نعم. اش بغيتي؟ جيت كندق يا ماما سيبتاتني ماما قالت لي نجيب عندكم التبصيل ديالنا. ما فهمت علاش قلتي دابا؟ دابا ماما ديك النهار جبت لكم بسبوسه جبت التبصيل ديالنا ديال الميكا ودابا ماما بغاتو ردوا لينا. دابا ماما خلات عندنا التبصيل عطات فيه البسبوسه لماما. فهمتها. بغيتي دابا التبصيل؟ صافي انا غنمشي نسول ماما. واخا يا يلا سنيت تما. واخا يا مهدي. ماما كدوشي بديتي؟ راه جبت لك صابون البلدي. هاكي جبتي صابون البلدي؟ الله يعطيك الدل. صافي اسمحي لي اسمحي لي. ماما ماما انعم انعم اش بغيتي؟ راه جات ساره ياك وقالت لك بغات الطبسيل ديال البلاستيك ديال الميكا. قالت لك راه عطات لك فيه ديك النهار ما عرفتش شنو داك الشيء. لا ما تعطيهاش الطبسيل الخوي الحشومه. ما تعطيهاش الطبسيل الخوي. راه حنا ماشي من العاده ديالنا نعطيو الطبسيل الخوي لشي حد. خليها تخرج نصيب ليها ولا نصيب ليها الحرشه. خليها تخرج نجيو نعطيها ولا حشومه نعطيوها الطبسيل الخوي. صيفط قولي لها راه غنجيبو لك. سيري سيري هدى. نعم قلت لك فضو مرة غتصيبها هي. قلت لك هافاك انا عندي كيكات زوينين كيصدقوا ليا. قلت لك عندها كيكات زوينين كيصدقوا ليها. يلا سيري صيبيها لعل وعسى تحمر لينا وجهنا. يلا سيري دغيا دغيا. واخا يلا غنقولها ليها. فضو مرة قلت لك ماما يلا صيبيها وديريها في الطبسيل. ها وديري عليها السلوفان. صافي ساره انتي جيتي تعطلتي. ساره هادي قالت لك ماما راه انا غنجيب لكم الطبسيل ياك. دابا انتي غير سيري انا غنجيب لكم الطبسيل. صافي غتجيبي لينا الغدا. تتصيب لينا ماما تصيب لكم ماما واحد الكيكه ياك وتعطيها لكم. صافي واخا ما تعطلوش عينا حيت بغاتو ماما دابا. لا ما غنعطلوش عليك دابا دغيا. واخا سلمي على فضومه. اش كتاكلي؟ عطيني شويه. ما بقات ليا بزاف هدى. بقى ليا غير شويه. شوفي غير شويه. بقى شويه وشويه وحشو عليك. عطيني ثلاثه ولا اربعه صافي. نعطيك زيت هاري. شكرا. يلا سيري انا غنجيبو لك. لا درتي غير واحد. زيدي واحد اخر. لا صافي جوج ليترات. صافي صافي دابا ها هو دابا ندير شويه الزبده ونرشهم ودغيا.
واو فضوما نعاونك نعاونك يا زعما انا شنو درت لك راه بغيت غير نعاونك عطيني ابتسام عطيني ابتسام دابا كتخسري ليا كلشي عطيني ابتسام هي يلا نجلسوا يلا غتعطل ماشي بزاف شكون؟ شكون؟
عطيتوني شي مصيبه لساره وحيدها ولا ولحتو لها السنان. امي انتي حنين انتي امي انتي حنين انتي كون غير ديال الحليب نقول ماشي مشكل. كيفاش طاحوا لها السنان؟ ويلي 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 البنت عندها 9 سنين ويلي ويلي ويلا يلا يلا نبتات السنان وطاحوا يا امي انتي حنين انتي امي. واه فريده قولي لي يا فريده. انا وياك اليوم بيناتنا المحكمه والمخزن والجمعة كامل تجيب لك تجيب لك كلشي الاخبار. انا دابا غنمشي للبوليس. فهمتي انا واش البنت طاحت عليها على التبصيل ولا شنو؟ اش من تبصيل؟ ما عرفتيناش عطاوها بناتك عضات فيه وما طيحوا لها السنان. اويلي راه عطاوها الكيكة. اش من الكيكة؟ كيكة اش من الكيكة؟ الا ضربتي بها الحيط ترجع ودمغك. اويلي يا اختي يا فريدة واش انا غنعطي البنية الصغيرة شي حاجة؟ اويلي يا اختي يا ام هدى واش انا نضحك عليك؟ نكذب عليك؟ قولي لها بنت سارة قولي لها. قولي لها بنت سارة مالكي؟ قولي لها. الكيكة. ها؟ الكيكة. وصفتوني ها فعلا لبنات الكيكة. ولكن اختي واش اختي هذيك الكيكة جات البنت مسكينة اللي كتجري عضات فيها كتسحبها واش صارت بها بحال الكيكة اللي كان دير انا ساعة عضات ليا في الحجر عدات ليا البنت في الحجر. اويلي واختي فريدة راه البنية صغيرة غتبدل السنان. اش راه بنت عندها 9 سنين وكتقول لها تبدل السنان؟ واش بدلات؟ دابا غادية في 10 سنين واش بدلات؟ بدلات هما يقولوا ما بدلاتهم ما يبقاش ليا الحال. اويلي اختي واش غادي ندير؟ اويلي امي انتي امي انتي امي انتي امي انتي شغادي راه ممكن عبها غيقتلني اليوم. انا عارفه ماشي غير تفهم ما كاين حتى شي مفاهم. اويلي انا وياك بيناتنا المخزن. السلام عليكم. اجي راه في الضومه سميت الزمر. فريده فريده اجي ولي شو السنه في المحاكم. اويلي 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 وش غازي تلو